السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات قناة عبير عامر. النهاردة هنعمل برضو أكلة ما فيهاش لحمة، زي ما اتفقنا في لما عملت الشكشوكة، قلت هحققها يعني الأيام الجاية إن شاء الله هعمل أكلات ما فيهاش لحوم، عشان زهقنا زي ما انتوا عارفين من اللحمة في العيد، كلنا بقى ناكلوا لحمة في العيد، فإيه فخلاص واحد جاله إيه يعني ملوش نفس خلاص ياكل ايه لحمه، فنعمل تريحه شويه كده اهوت ونرجع ناكل لحمه تاني ان شاء الله. بس نعمله تريحه شويه كده لجسمنا من اللحمه. فانا عملت شكشوكه امبارح كانت للغدا حلوه جدا. والنهارده ان شاء الله هعمل برضو حاجه هنتغدى بيها برضو باذن الله، اللي هي الفول بالطماطم. انا عندي فيديو على قناتي، اللي ما شافوش يا يخش يشوفه، اللي هو طريقه عمايل الفول يعني في البيت. بعمله انا في البيت الفول، مش بشتريه من بره. بيبقى طعمه احلى وبيبقى اوفر واكتر من ايه ما تشتريه من بره. يا ريت اللي ما شافش الفيديو بتاع الفول دوت يخش ان شاء الله يشوفه، عشان يعرف ازاي بيدمسه في البيت. وهنستخدمه النهارده في اكلتنا النهارده، اللي هو ايه الفول بالطماطم. بس هحط فيه برضو مكون حلو جدا، اذا انتوا جربتوه وحطيتوه مع الفول بالطماطم ده هيخلي الفول طعم تاني خالص. جربوه وقولوا ايه رايكم. انا جبت حله على النار، حطيت فيها حبه زيت صغيرين من دوار الشمس. والمكون اللي قلت لكم عليه ده اللي هيخلي الفول طعم تاني خالص، اللي هي طبعا في العيد احنا عندنا ليا، فحته صغيره جدا، يعني تجيبي حته ليا صغيره جدا تغسليها وتقطعيها صغير كده زي ما احنا شايفين. وده المكون اللي هيغير لي طبق الفول اللي انا هعمله بالطماطم. جربوه كده وفعلا هتقولوا ان عبير عندها حق، هيخلي الفول بالطماطم طعمه في منتهى اللذه. يعني حته ليا صغيره جدا، يعني مش كتير، حته صغيره بس انا مقطعاها صغير، مقطعاها قد كده، احطها مع الزيت كده اهوت واشوحها شويه قبل ما انزل بالبصله. فول جميل جدا وتريحه من اللحمه اهو، وده ينفع في الغدا برضو، يعني احنا هنتغدى بيه زي الشكشوكه اللي انا عملتها والفيديو بتاعها نزل برضو كان غدا، فجميل جدا. هنريح شويه الفتره الجايه ان شاء الله من اللحمه، عشان يعني الانسان بيزهق يعني لما يعلق على حاجه، فنحاول نغير وايه وننوع شويه. الليه ديت صدقوني هتخلي طعم الفول حاجه جميله جدا ولذيذه جدا، تديله طعم حلو. لو ما عندكم من اللي ما عندوش ليه خلاص يعمل برضو الفول بالطماطم ومن غير ليه عادي مش مشكله، يحط بقى ايه مع الزيت حته سمنه، لكن انا عشان حطيت الليه دي هحط زيت معاها بس مش هحط سمنه، اتفقنا؟ يعني اللي عندها ليا تحط معاها حب الزيت ومش هتحط سمنه، حلو، لكن اللي ما عندهاش ليا تحط حته السمنه او زبده مع الزيت. واشوحها شويه كده خليها تسلي شويه، اهي الليا خليتها تسلي شويه. واحط انزل بقى بايه؟ هنزل بالبصله، بصله صغيره متقطعه مش مبشوره، لا متقطعه حتت صغيره كده اهو، احاول بقى ايه اشوح البصله دي كويس قوي، اشوحها حلو يعني خليها تحمر شويه. دلوقتي وكمان الطماطم طبعا هعمله بطماطم، هضرب الطماطم دي في الخلاط، فايه فانا جبت عشان اوريكم لازم نشيل الحته الجزء دهوت خالص، زي ما كنت بقول لكم على طول نشيلوه كده حته كده نشيلوها، عشان الجزء ده بيقولوا يعني هو اللي بيشرب المبيدات كلها بتبقى فيه، فنشيلها كده خالص اهي كده اهوت اهي حته كبيره كده نشيلها احسن كده اهوت اضمن. دي خاصة دول هنرموهم طبعا، انا كنت عامله واحده لوحدي طبعا، الحاجات دي هتترمى.
يبقى اتفقنا الحاجة أو الإضافة اللي أنا حطيتها في الفول بالطماطم النهاردة اللي هي الليا، اللي هي حتة صغيرة تقطعيها، تقطعيها كمان يعني هي حتة صغيرة وتقطعيها صغير وتحطي معاها حبة زيت، فخلاص مش هنحط سمنة. لكن اللي ما عندوش ليا عادي يعملوا برضو وكل حاجة ويطلع جميل وكل حاجة، بس يحط بقى حتة سمنة أو زبدة مع الزيت بس. هي اللي هي بس هتخليه ليه طعم وريحة كده يعني جنان. اشوح البصلة كده اهو، اشوح البصلة وبكورها لكم، واقطع الطماطم واحطها في الخلاط اضربها بحبة مية صغيرين وارجع لكم تاني. ما احنا شفنا البصلة اتحمرت شوية، مش قوي يعني، اتحمرت شوية صغيرين. هنحط فص ثوم مقطعاه وقرن فلفل رومي. طبعا الاكلات الشعبيه بتبقى حلوه جدا بايه، لما تكون حراقه بصراحه يعني. لكن اللي بيحب الحراق يحط فيه شطه، يحط بدل الرومي ده يحط فلفل حامي. فهي بصراحه الاكلات ديت يعني الفول او اي اكله شعبيه بتبقى جميله جدا لما بتبقى ايه فيها، لما تكون حراقه كده، في حاجه حراقه حاجه حاميه يعني، قرن فلفل حامي شطه. لكن مش بيحب بقى الحراق يحط واحد فلفل يعني فلفلايه رومي واحد وفص ثوم واقلبه شويه كده اهوت، والطماطم اضربها في الخلاط وارجع لكم كده. شوحت البصله وحطيت عليها فص ثوم وقرن الفلفل الرومي وشوحتهم برضو شوية، وضربت الطماطم في الخلاط اهو. احط الطماطم بقى على الحاجات دي، احط الطماطم كده اهو. طبعا ضربتها في الخلاط مع حبة ايه، حبة مية ايه، خليتها كده اهو اهي من المنظر ده كده اهو، على البصل والثوم والفلفل طبعا واللية والزيت اللي انا حطيته واخليهم بقى اغطي عليها الحلة واخليها لما ايه، لما تتسبك، لما الطماطم دي تبقى متسبكه بس مش قصيره قوي يعني، فيها يعني انا هوريكم ازاي خطوه بخطوه، بس تبقى متسبكه بس الطماطم ما تقصرش قوي بس تتسبك معايا. فاخليها كده على النار متسبك وارجع لكم تاني. برده احط حبه فلفل اسمر مع الصلصه، حبه كويسين، و هحط ملح وكمون بس مش دلوقتي. الملح مش طبعا مش بحطه في اول الاكل، والكمون ما حطوش من الاول عشان برضو مش لما تحطي كمون ويغلي في الاكل كتير بيعمل طعم مرارة بيمرر يعني، فعشان كده الكمون احطه في الاخر خالص لما احط الفول حتى، والملح برضو في الاخر. لسه هي الصلصة بتتسبك على النار ولما تتسبك هرجع لكم تاني ان شاء الله. زي ما احنا شايفين بقى الطماطم اتسبكت، عصير الطماطم اللي احنا ضربناه في الخلاط اتسبكت اهي بقت جميله. فهنزل بالفول اللي انا ايه مدمساه ده، الفول اللي انا مدمساه بس كان محطوط في التلاجه، فعامل غيره، غيره بتاعه جامد اهو. انزله كله حسب كميه الفول اللي انت عايزاها. انزل الفول برضو اخليه مع الصلصه يثبت معاها اكتر، والفول برضو ياخد غلوتين ثلاثه يعني اربعه يعني لغايه ما تحس ان الفول بقى معاكي زي الزبده. لسه ما حطيناش كمون وما حطيناش ملح خلينا فاكرين، حطيت فلفل اسمر بس. يبقى في الاول انا حطيت حب الزيت معاهم حته ليا من بتاعت الخروف، حته ليا صغيره مقطعاها تقطيع صغير جدا وشوحتها شويه مع الزيت. بعد كده هو رحت حاطه البصله متقطعه، بصله متوسطه متقطعه، بعد كده هو وشوحتها اخدت لون مثلا بامبي شويه، رحت منزله عليها فص توم واحد متقطع وفلفلايه رومي واحده متقطعه، اللي عايز يحط حراق يحط، وشوحتها برده مع بعض. بعد كده ضربت كام طماطمايه في الخلاط
حوالي نص كيلو طماطم كده في الخلاط، وحطيته على البصل والفلفل والثوم وكده، وخليها طبعا تتسبك. وبعد كده حطيت الفول، حطيت فلفل اسمر طبعا، وحطيت الفول اهو، واخليه برضو على النار لغاية ما ايه يتسبك اكتر، وهنشوف شكله ايه. بعد كده هنحط الملح ونحط الكمون. خليكم معايا، اخلي الفول يغلي في الصلصه كده هو، لغايه ما احس ان الصلصه بقت مناسبه للفول، مبقاش مثلا في صلصه كتير مثلا والفول قليل، لا يعني اتنين مناسبين لبعض. لما مثلا الفول والصلصه يبقوا متناسبين مع بعض، يبقى في مثلا حبه صلصه مع الفول مش كتير، لكن هنا دلوقتي فيها ايه صلصه كتير، هخليها برده معاه. كل ما يقعد الفول مع الصلصه يغلو كل ما بيبقى طعمهم احلى، فاخليهم برده لسه شويه، ولما يخلص بقى ولسه ضاش ايه احط، ممكن في اللحظه دي بقى ان قربت خلاص، ممكن احط حبه كمون وحبه ملح. احط حبه كمون، اتفقنا ما نحطش كمون في الاول، عشان الكمون لما بنحطه في الاول ويفضل يغلي مع الحاجه على النار بيمرر، فنحط الكمون في الاخر. هو خلاص ناقصلها حاجه بسيطه، فاحط الكمون دلوقتي، حبه كمون كده اهوت، طبعا الفول بيحب الكمون، حاطه فلفل اسود انا من قبل كده اهوت، واحط برضو ايه ملح. وانا عشان حاطه ليا مش هحط مرقه دجاج، مش هتبقى يعني ماشيه معاها، لكن اللي ما عندوش ليا وهيعمل عادي زي ما قلت بالزيت وحته سمنه او زبده وعنده مرقه دجاج ممكن يحطها، برده بتدي طعم حلو، لكن انا مش هحط عشان انا حاطه ايه ليا. حطيت خلاص الكمون والملح، خلاص هو قربت يعني قرب الصلصه دي تقل شويه، وهوريكم الشكل النهائي في الاخر ايه باذن الله. خلاص الفول اللي بالطماطم خلاص هوريه لكم، انا غرفت في طبق حبه منه اهو، شايفين منظره جميل وشهي ازاي، وطعمه طعمه فظيع، يعني طعمه بالليه اللي انا حطيتها طعمه في منتهى الجمال. يعني ايه تجربوه بالليه، هو مش هيحتاج ليا كتيره ولا حتى 8 كيلو اصلا، دي هي حته صغيره متقطعه حتت زي ما انتم شفتوها كده رفيعه جدا، وتتشوح مع حبه زيت، هتدي هتفرق في طعم الفول، هتخلي طبق الفول دوت اللي بالطماطم يتغير يعني 360 درجه او زي ما احنا شايفين. ودي اكله حلوه جدا ومن غير لحمه، وانا عملت في قناتي اكلات كتيره من غير لحمه، الحابب يخش يتفرج عليها يا ريت يتفضل يتفرج. عملت مثلا بدنجان بالخل والثوم وفلفل كان رومي مقلي وبطاطس محمره، وعملت دمست فول، وكمان عملت بصاره، وعملت الشكشوكه بتاعت امبارح، وعملت الفول اللي هو بالطماطم، فعملت اكلات كتيره برضو من غير لحمه، عملت عجه فعجه بيت برضو، فدي كلها اكلات بدون لحوم، وان شاء الله هكمل في الفيديوهات الجايه برضو اكلات ان شاء الله من غير لحمه عشان اريح جسمي. لازم انا في مبدأي الانسان لازم يعني حاجه متعود عليها يوميا يوميا لازم ياخد فتره يريح منها، ده انا ماشيه في حياتي على كده، مفيش حاجه اسمها امشي على حاجه طول حياتي، لا لازم اخد ريست من اي حاجه انا متعوده عليها او معوده جسمي عليها، لازم اخد ريست منها لازم كده اهوت، فده مبدئي في الحياه بصراحه. فعشان كده انا هكمل في اكلات من غير لحمه، يا رب يكون فيديو النهارده عجبكم وتجربوه بالطريقه بتاعتي، ان شاء الله تعجبكم باذن الله تعالى، وما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس، وسيبوا كومنت حلو تقولوا ايه رايكم في الفول بطماطم النهارده دوت، ومتنسوش تحطوا لايك، والى اللقاء في فيديو جديد من فيديوهات قناه عبير عامر.